أخلاق الناس لها صور فتفهم هذا يا مهدي. لا تتهور يا فهمان، لا تؤذي يوما حيوان. رد جميل الناس إليك بالمعروف وبالإحسان. لا تؤذي غصنا أو وردا عند دخولك للبستان. ساعد غيرك واصدق معه كي تبقى فعلا إنسان. ساعد غيرك واصدق معه كي تبقى فعلا إنسان. كي تبقى فعلا إنسان. كنت وأصدقائي نلعب كرة القدم في الشارع، غير أني قمت بضرب الكرة بقوة نحو بيت أبي سالم، وكم كانت مفاجأة لنا ونحن نسمع صوت تحطم إحدى زجاجات النوافذ. من فعل هذا؟ لا نعلم يا عم. كيف لا تعلمون؟ ألستم من كان يلعب بالكرة؟ لا، لسنا من كان يلعب. ومن كان يلعب إذن؟ آخرون غيرنا. كلا يا عم، نحن من كنا نلعب. ماذا تقول؟ وأنا من ضرب الكرة التي كسرت زجاجة نافذتك. أنا آسف يا عم، أرجو أن تسامحني. لا بأس يا ولدي، لا بأس، أنا أحترم شجاعتك. اسمعوا يا أولادي، اسمعوا هذه النصيحة مني. أولاً، اللعب في الشارع خطأ وخطر. ثانياً، الإنسان الصادق هو شجاع بطبعه، فهو يتحمل مسؤولية أعماله مهما كانت النتيجة. وتذكروا دائماً الحكمة التي تقول النجاة في الصدق. النجاة في ماذا؟ في الصدق. أحسنتم، النجاة في الصدق. تفضلوا هذه الكرة. شكرا يا عم. عفوا، مع السلامة. بعد تلك التجربة أخذنا أنا وأصدقائي عهدا على أنفسنا بأن لا نلعب في الشارع، وأن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين، لأن الصدق يعني الشجاعة، ونحن نريد أن نكون شجعانا. أخلاق الناس لها صور فتفهم هذا يا مهدي. لا تتهور يا فهمان، لا تؤذي يوما حيوان. رد جميل الناس إليك بالمعروف وبالإحسان. لا تؤذي غصنا أو وردا عند دخولك للبستان. ساعد غيرك واصدق معه كي تبقى فعلا إنسان. ساعد غيرك واصدق معه كي تبقى فعلا إنسان. كي تبقى فعلا إنسان.